أعربت المهندسة مارغريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي خلال اجتماع عقدته مع هولجر إيلي رئيس التعاون الإنمائي الألماني في سفارة ألمانيا في مصر. استعرض خلال اللقاء مجالات التعاون بين الوزارة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي وسبل تعزيز أوجه التعاون المستدام وكذا المستقبلي، حيث أعرب الجانبان عن تقديرهم وامتنانهم للعمل معا من أجل تحقيق التنمية المستدامة. ومن جانبه أكد رئيس التعاون الإنمائي الألماني في سفارة ألمانيا في مصر أنه يعمل مع الشركاء من أجل تقديم الدعم والحلول التي تجعل حياة الأفراد أفضل وتحسين المعيشة بصفة مستدامة.